هعمل كريب حلو بقى. عملنا كريب حادق، هنعمل بقى كريب حلو، دقيق وبيض ولبن وسكر وفانيليا وزيت وقرفه بدل الملح والفلفل. طب أميرة أنا هعمل الاتنين في يوم واحد وعايزة أعمل الكريب نسخة واحدة من الكريب، هتشيلي الملح والفلفل وتحطي قرفة بس، هيديكي كريب للاتنين حلو وحادق. تمام؟ أوكي. للكريمة عندي كريمة مخفوقة، هي فين يا شباب الكريمة المخفوقة بتاعتنا؟ مفيش كريمة مخفوقة في التلاجة. كريمة مخفوقة، لبن مكثف محلى، قشطة علب، قرفة، موز، وفستق مجروش. هنعمل ايه؟ هقول لكم هنعمل ايه. اول حاجة هنعمل الكريب، انا هعمله المرة دي من غير خلاط عشان محدش يستصعب الموضوع. دقيق، زيت، سكر، بيض، ويسك، رشة قرفة، ممكن طبعا فانيليا، ممكن اي حاجة، بشر ليمون، بشر برتقان، زي ما انتوا عايزين. ها، لبن، اقلب، بسم الله. بصوا ده مش مهم، مش هتحسوا بيه لو جوه الكريب، بس يعني هاخد الموز هنا، يفضل طبعا ان الموز يكون طري ومستوي، وبظهر شوكه، بهراسه يدوي، بهراسه كهربا، اللي موجود عندنا. انا عندي هنا هراسه يدوي، فممكن ان انا استخدمها اهو. كل ما يكون الموز طري ومستوي كل ما طبعا هيدينا نتيجة أحسن. أبص على الطاسة بتاعتي سخنت، أخد من المقدار، عايزين تستخدموا جار مثلا تنزلوا بيه أوكي، عايزين تستخدموا معلقة تصبوا بيها أوكي، يعني طبعا دي حاجة مش ما فيهاش أي مشكلة. هرسنا الموز، رشة قرفة، شوية فانيليا، شوية لبن مكثف محلى، قشطة علب، وأقلب كويس قوي. وأقلب كويس قوي، وبعدين أخد عليهم شوية كريم شانتيه أو كريمة مخفوقة يعني. أقلب بس الكريباية اللي بتستغيس هنا دي. إيه؟ هاخد الكريب وآخد فوقيه الحشوة، أهو، وآخد واحدة كمان، وهكذا وهكذا لحد ما أعمل تورتاية. أنا بقى التورتاية دي بعشقها من الحشوة. كمان الحشوة ممكن تزودوا لها كاكاو لو عايزينها تطلع بالشوكولاتة، مفيش مشكلة، ممكن نزود لها كاكاو، وبرضو من النص كده، وإيه نقول آخر ملحوظة ونطلع فاصل. آخر ملحوظة بقى، ممكن جدا إنكم تحطوا الكريب نفسه